مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من حلقات برنامج يومك، مجموعة جديدة ومنوعة من الأفكار والمواضيع اللي أكيد نتمنى تنال إعجابكم. أنا عبير وزميلي علي أكيد نمسوا عليك. مساء الخير. مساء الخير عبير وأهلا بك، وإن شاء الله بداية أسبوع كانت حلوة معك. طبعا أهلا بكل المتابعين اللي قاعدين يتابعوا فينا في حلقة جديدة من برنامج يومك اليوم الاثنين تاني حلقات الأسبوع هذا. أكيد زي العادة حيكون معنا مواضيع وضيوف إن شاء الله نستفيدوا منهم إحنا وإنتوا. أكيد علي ما ننسوش نذكروا مشاهدينا بأنهم يقدروا يتواصلوا معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. تتواصلوا معنا، تراسلونا بكل أفكاركم ومقترحاتكم. طبعا خلينا نبدو مواضيعنا اليوم على طول. تتزامن هذه الأيام مع ذكرى تأسيس بيوت الشباب ونشأتها في ليبيا واللي تعود للعام 1973. هذه الذكرى تأخذنا لأهمية الحديث عن هذه البيوت وأهميتها، ليس فقط لتكون محطات استراحة للمسافرين ولكن لأهداف ثقافية واجتماعية أيضا. علي، طبعا عبير، بيوت الشباب احتفلت بالمناسبة وكانت هناك فعاليات مختلفة ضمنت أجواء الاحتفال فيها. حنشوف جانب من الاحتفالية اللي أقامها بيت شباب صرمان بحضور بلعيد الدهماني وهو مؤسس بيوت الشباب الليبية ومدير بيت شباب صرمان ناجي محمد وجمع من المهتمين. خلينا نتابع ونشوف مع بعض الشعراء. طبعا معنا الليلة ثلاث شعراء من مدينة صرمان ومدينة بدر، أكيد خدنا ناس الصيعان مهندس صلاح. أنا أقول شيء ذي برنامج إعلامي، أسألوا الله العلي العظيم أن يشفي جوشة المريض صلى الله عليه وسلم زيادة بالشفاء العاجل وفوق بعد كل أرجاعنا وخاتم شهر مدينة صرمان في هذه. وأنا سعيد لهذا الوجود في هذا البيت لأن حسيت أن فعلا في ناس وفي اهتمام، فيها مسؤولين مصممين على أن يكون هذا البيت على نموذجي، وفعلا هذه البيت إن شاء الله حتكون نموذجية في المستقبل. الحاج بالعيد الدهماني، فتحية شكر وتقدير. شكرا لكم، شكرا لصرمان بيت شباب. حنتكلموا أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا المهندس بالعيد الدهماني مؤسس جمعية بيوت الشباب الليبية. مساء الخير. مساء الخير. الله يطيب. أهلا وسهلا بك أستاذ بالعيد، أنسنا في برنامج يومك. الحمد لله، الله يسلمك، كيف حالك أنت؟ إن شاء الله بخير يا رب. نسمعه فيك، تفضل. الحمد لله بخير والله. الحمد لله إن شاء الله دائما. نعم تفضل. نتكلم عن الشباب. نعم، كلمنا في البداية عن نشأة بيوت الشباب وأهميتها في ليبيا. نعم تفضل. ويبقى منها ما ينفع الناس. نعم. حقق أحلامهم من تنزيل التاريخ إنجاز المعطاء لكن على فرد ثلاث طرق مكتوب. في البداية كانت بيوت الشباب مجرد فكرة، أعلمنا بها كموقفين لهذه الحركة فانطلقنا لتحقيقها. كان العطاء بنحو وكان الجهد مجرد وكان النجاح يتقرر حثيثا ببناء حركة بيوت الشباب كحركة شعبية تشبه الشباب تحت الإيمان المجتمع بينا والعمل الجماعي في تحدث الميلاد. واليوم تصل مسيرة هذه البيوت إلى عمر 80 و90 سنة، عمر تفتح الانهيار، عمر النفس والعطاء، وتوضعنا إلى مستقبل جاهز كبير يمكن من خلاله خبرة الشباب. نعم. تحتمل صورة بناء رائعة بنشطة شبابية طاهرة ناسقة أطلاقة ومحبة نياضجة خائلة تعتمد على الناس وتقوم على خيارة المقاطع الفناء وعلى السلوك العالي الرشيد. فإذا هذا المشهد سعيد ومهيل المزيد حركة بيوت الشباب. وطبعا أنا عندي دعوة نوجهها من خلال برنامجكم. نعم معاي. إيه معاك أكيد. بس ما فيك تفضل. معاك سيد بالعيد. دعوة مفتوحة إلى هيئة الرحلات ومفتي السياحة للعشاق الطبيعة والمعتمدين على قيمة الإرادة والذات
كل من يجب في نفسه رغبة بالتمكن بالترشاد. بحكي لي عن إنسان في الشعب العربي وحكي تراب سائلية مدعين الوطن العربي الكبير غير متكلم بالتواصل والتدريب. إذا كنت في وعي ووقيرة إلى الراعدين التعرف على معاني الدنيا وأكارها وحضر إلى المؤمنين بالتعايش السلمي بين الشباب العالمي والإخوان إلى كل هؤلاء ندعو للانتماء إلى بنيه الشباب باعتبارها طريق صحيح والمجال الكسب الذي يملك الشباب الرغبه وطالبته الموجوده وعلى هذا القسم. عن نعم. طيب بيوت شباب اليوم مسيرة عمر من وقت تأسيسها لحد اليوم ضمنت برامج أكيد عديدة خلال السنين اللي فاتت وحتى الفترة القليلة يلي فاتت. لو تكلمنا شوية على بعض خلينا نسموهم إنجازات اللي حققتها بيوت الشباب أو فكرة بيوت الشباب بالتحديد. كثيرة ومتعددة ولا أستطيع أن أحكيها. لما بدأت حركة الشباب من عدد لا يزيد عن أصوات عدة الآن لست حتى مئة الشباب اللي لما أقول لك بدأت الغانا منطقتنا كانوا غير راقين في بيت الشباب الآن كل عدة مليات تسعى في بيت شباب الآن عدد لا يزيد عن أصوات عدة الآن المسكينة المغربية دليل إحنا كحنا نشوف الآن أصوات مليات الملايين في بيت الشباب لما شيء الآن عندنا 54 بيت شباب في منطقة تجد كلها. حلو. الآن اليوم عندنا أكبر بيت مساحة في أبو سلمان اللي بيت اللي بتكلموا عليه، أكبر مساحة أو أكبر مساحة على الآن في بيت الشباب 48 هكتار. عندنا أكبر بيت للشباب الحراري في ليبيا وهو بيت شباب كبير هذا بالاحترافات الدولية. حلو. هذا اللي رأيي. وأنا طبعاً بيت الشباب دخلت برنامجنا ولكن التفصيل يحتاج إلى برنامج طويل. أكيد. نعم. بغرض نعم. إيه معك كنا سامعينك سيد بالعيد. طبعا شكرا للتوضيح. شكرا لك. الصورة ونتمنى لكم التوفيق ديما إن شاء الله وكل عام وأنتم بخير بمناسبة تأسيس بيوت الشباب في ليبيا بشكل عام ونتمنى ونشوف مبادرات زي هذه من وقت للتاني عبير. أكيد من غير شك علي حنستقبله أيضا أكيد نشكر المهندس بالعيد الدهماني مؤسس جمعية بيوت الشباب الليبية ونستقبله أيضا معنا حتى نتكلم أكثر عن الاحتفالية التي أقيمت في بيوت الشباب الأستاذ ناجي محمد مدير بيت الشباب. مساء الخير أستاذ ناجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أهلا وسهلا بك سيد ناجي. سيد ناجي درتوا خلينا نبدأ في موضوعنا على طول درتوا احتفالية بمناسبة تأسيس بيوت الشباب في صرمان وزي ما شفنا الصور قبل شوية كان في ما شاء الله الحضور كان كبير. لو تكلمنا أكثر على الاحتفالية هذه وعلى بيت الشباب في صرمان بالذات هل حقق الأهداف اللي كلمنا عليها قبل شوية سيد بالعيد؟ بارك الله فيكم أولا باسمي وباسم جميع أعضاء بيوت الشباب الليبية. نحب نقدم الشكر لقناة ليبيا روح الوطن على دعمها إعلاميا لجميع بيوت الشباب الليبية. طبعا قبل شوية كان في مداخلة المهندس بالعيد الدهماني مؤسس بيوت الشباب الليبية أكيد وضح لل كيف تم تأسيس بيوت شباب في ليبيا. تم تأسيس بيوت شباب في ليبيا يوم 13/2/1973 احنا سلمنا إدارة بيت شباب صرمان الفرصة حبينا أن نحيي هذه الذكرى بحفل تأهيلي مجموعة من الشعراء كان معنا الشاعر إبراهيم دبوب من مدينة الزاوية شاعر معروف وشاعر كبير كان معنا الشاعر معمر كزول أو الفنان معمر كزول من بدر وكان معنا الشاعر عصام من مدينة صرمان بأمانة قامت الحفلة يوم 6 أول أمس وشارك فيها مجموعة من شخصيات من مدينة صرمان وشباب وأعضاء الفريق ببيت شباب صرمان. نعم. كانت الحفلة فوق راقية بأمانة. نعم. طيب أستاذ ناجي كيف تبدو البنية التحتية اليوم لبيت شباب صرمان؟ البنية التحتية حدثنا عن البنية التحتية لهذا البيت بيت الشباب. بالنسبة لبيت شباب صرمان تم تأسيسه سنة 1986 أسس بيت الحاج بشير الجيدي ربنا يعطيه الصحة طول العمر. بيت شباب صرمان من فخر لأفريقيا بالكامل.
بيت شباب صرمان اكبر بيت شباب على مستوى العالم من ناحيه المساحه. مساحه البيت الكليه 35 هكتار. مسير سياج خرساني متكامل يطل على البحر مباشره. موقع ومساحته المفروض ان الدوله تستفيد منه. بامانه نشكر المجلس جمعيه بيت شباب الليبيه الحالي على دعم لنا. نشكر الدكتور او الهيئة الشباب والرياضه على اراده من الدكتور بشير القنطري على دعمهم صيانه مجموعه المباني عندها في 10 مباني مصنفين حاليا عن طريق هيئه الشباب والرياضه. البيت محتاج لدعم. البيت حيكون منبر للثقافه وللرياضه ولجميع المناشط. البيت فيه امكانيات كبيره بس محتاج وقفه من الدوله. لكن بشكل عام بيوت الشباب ديما مرتبطه بموضوع الرحلات وموضوع التجمعات الشبابيه والرحلات اللي يقوم بها الشباب من الوقت للتاني والسياحه خلينا نقول الداخليه. الوقت هذا احنا نعرفه مع كورونا الوضع صعب شويه. تغيرت هلبة مفاهيم فيما يخص السياحه وغيرها. انتم في بيت صرمان بيت شباب صرمان كيف الوضع كان عندكم خلال فتره كورونا ولو كان في فتره تمام احنا اول في شهر 12 2020 اجتمعنا مجموعه من الشباب وكان وضع مخيف من فيروس كورونا. كان الملتزمات الطبيه كانت كلها حكم نقول انقطعت الكمامات والكحول و جمعنا مجموعه من الفريق وجت فكره من احد الشباب المهندس صبري محمد صناعه الماسك بتاع الوجه. صنعنا منها عينه خذيتها من العينه طلعتها بطرابلس في مركز مكافحه الدرن ورتبنا من العينه قلت لهم اذا كان هذه تصلح انها تحمي وما فيهاش اي سلبيات بنحبوا نصنع منها وبنوزعوها للجهات اللي هي رجال الامن والعناصر الطبيه والطبيه المساعده والمصالح الحكوميه اللي هي تمس المواطن زي المصارف والسجل المدني. المهم عجبتهم الفكره وكانت ممتازه جدا. صنعنا مجموعه من الشباب صنعنا 7000 ماسك وزعناهم على مدينه بلديه صرمان بالكامل 2700 ماسك ووزعنا على مدينه صبراته لجميع العناصر الطبيه الطبيه المساعده والاجهزه الامنيه والمصارف. وزعنا لمدينه الزاويه ووزعنا لمدينه طرابلس ومشينا لهيئه شباب الرياضه طرابلس ومشينا العياده المجمعه في زاويه تهماني ومستشفى العيون في زاويه تهماني ومطار نايتيكا. حلو. نعم. طيب اكيد نشكرك كل الشكر. نعم. نعم استاذ ناجي بصراحه احنا فخورين بكم وفخورين بهذا البيت اللي اكيد مخصص لفئه مهمه في المجتمع فئه الشباب. نتمنى لكم كل التوفيق وان شاء الله يا رب دائما نشوفوا الكثير من الافكار المبدعه الخاصه بالشباب. شكرا اكيد لك. طبعا كل التوفيق لهم ويردوا بالهم شويه في موضوع كورونا خاصه ان في تجمعات يعني بيوت الشباب تعتمد بشكل خاص على التجمعات وغيرها فيردوا بالهم واكيد ما فيش شيء حيوقف ديما النشاطات حتستمر. تو خلينا نمشي للنشاط ثاني وفعاليه ثانيه مجتمعيه محليه تختص بالدعم النفسي والمجتمعي. خدمة المجتمع وتنميته هي من أهم مظاهر المواطنة الصالحة في المجتمعات الحديثة. ولأهمية هذا الموضوع تقام العديد من الفعاليات لتطوير دور علماء الاجتماع وأساتذة الخدمة الاجتماعية محليا والاستفادة من خبراتهم. واحدة من الفعاليات هذه واللي حنتكلم عليها اليوم هي ملتقى ريادي أو ريادي نظمته أكاديمية الدراسات العليا بجنزور وضم أعضاء هيئة التدريس في علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية. وركز الملتقى هذا على دور أساتذة علم الاجتماع في هذه المرحلة اللي تمر بها ليبيا ودورهم في تحقيق المصالحة الوطنية. حنتكلم أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا الدكتور رجب الكاسح رئيس اتحاد أعضاء هيئة التدريس بعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بالجامعات الليبية. مساء الخير أستاذ. أهلا وسهلا بك أستاذ رجب.
أنسنا في برنامج يومك دكتور جب. دكتور جب، لو تكلمنا في الأول عليه، إحنا الفترة الأخيرة خاصة لما بدينا برنامج يومك يعني من سنة فاتت، إحنا دائما نتكلم على علم الاجتماع أو اختصاصيين الاجتماعيين والاختصاصيين النفسيين، لأن دورهم بدأ مهم جدا في الفترة هذا. لو أنت تلخص لنا من الدور المهم هذا بعض الجزئيات خلال الفترة هذه. أقول أشكركم على هذه الاستضافة. أهلا وسهلا. يعني التصحيح هذا اللقاء. نعم تفضل. الذي يقيم كفالة علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية برعاية نحن أضاحي التدريب. استضافات كمية الدكتور العلمية. حلو. كمية الجميع اللي تعتبر لدى في الموضوع. ممتاز. والحقيقة هي في هذا اللقاء في يعدو هذا الأول لكفالة علم الاجتماع. الحقيقة كان الهدف الأول أولاً أن يكون قيام اجتماعي يضم مسألة الاجتماع، ونعم في هذا القيام رفع مستوى الاجتماع والخدمة الاجتماعية، أيضاً تبدأ تأكيد إضافة الترابط بين في مختلف المناطق الليبية لتبادل الاجتماع بين الفئة الأخرى لوضع الياد ونفسه المعلومات والمعارف بحيث المنسيين. والحقيقة نحن أيضا من خلال هذا اللقاء كان عندنا شعور بأن مفاد الاجتماع وراح التربية مهمة من الحكومة الصارت يعني علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، حين أن هذا العلمين حقيقة ودورهما كبير وفعال في مقالة هذه المجتمع الذي يعيشها الآن حالة الفلاج للمكان وللإمكان. والحقيقة كما تعلمون يعني الآن في ذكرنا في المدوى العلمية وفي المنطقة اللي أساسها المجتمع ذكرنا أن بريطانيا هي الأشد من هذا الموضوع، يعني بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية معروف بالخطاء الاجتماعي والبحث الاجتماعي، يعني حتى كلفت لجنة بإدارة الاجتماع لتقييم وضع وتفقد أحوال المواطنين البريطانيين بعد الحرب، لغرض صدر عنه ما يعرف بتأمين الدولة الرفاهية الاجتماعية. يعني كيف يمكن تحقيق رفاهية اجتماعية أعلى في الواقع وهم المواطن الجديد؟ نعم. طيب الكثيرين يعني يغفل عن الاجتماع لأنهم مخلين حقيقة الخلف يعني وكثيرين حقيقة معتمدين أو معتمدين على الجانب النظري، الجانب المعتمدين على المحاضرات والجانب النظري والتعليم في الجامعات. ونحن نحن لقاء بين ننتقل من الناحيه الى الاندماج في الفهم الديني ومعرفه الواقع الليبي وحل المسائل، يعني يجب ان نحن نتطور في هذه المرحله مع المختارين. نحن اكتفي هذا الكيان اتحاد اعضاء المتدرب الاجتماع والخدمه الاجتماعيه نقدم انفسنا من خلال التعليم الاستشاريه العلميه في كافه القطاعات بحيث ان التفريغ من استفاده القدرات الاساتذه بحيث ان المرحلة الثانية و لنا نناقش المواضيع العامة التي تفيد في خاصة كل مواطن ليبي. لنا دور في تحقيق المصالح الوطنية، يعني أيضا نحن حتى نستفيد من خبرات التدريب، نحن نوظف خبرات التجارة بالعالم الآخر والتي تكون بخاصة البحرين نوظف خبرات في تحقيق المصالح الوطنية. يعني حتى من الناحيه الاكاديميه فانا ايضا تجاهلنا من ناحيه يعني بعض الجنود اللي تعلق بالجانب الاكاديمي فيما يتعلق باستخدام تغيير بعض المناهج يعني المناهج التعليميه في ليبيا تمر بحال من الجنون، لكن في علم الاجتماع والخدمه الاجتماعيه يجب ان نواكب هذه الناحيه، يعني خلينا نمر بمرحلتين صعبة في عندنا هذه الحروب العديدة اللي وقعت في بلدنا، وأيضا وضعت قرارا تكفين اقتحنا على مكان يمكن من غير لازم يواكب التطور التقني. إيه لكن دكتور نحن في عندنا صعب
اي دكتور، يعني نفهم منك ان الملتقى هذا اللي اندار كان الهدف الاساسي منه هو تقريبا توحيد الرؤيه اللي المفروض يتعلموا بها يتعاملوا بها الاختصاصيين الاجتماعيين في كافه المؤسسات اللي قاعدين يخدموا فيها. طبعا واحد من الاهداف حقيقه، واحد من الاهداف يعني الغايه والغرض من الاساس ان احنا للحكومه ان احنا موجودون بالنسبه للحكومه لكافه القطاعات تحديد استشاري لكافه القطاعات في مجال العمل الاجتماعي. وعلي اطلب من الحكومه واطلب ان يعني ان تراعي وتضع نصب عليك الاخصائي الاجتماعي والباحث الاجتماعي في الانتقال من هذه المرحله التي نعم الى مرحله افضل لا يمكن ان تربط بها. نعم لنعلم عن الاخصائي الاجتماعي والباحث الاجتماعي. نعم دكتور جاب الكاسح رئيس اتحاد اعضاء هيئه التدريس في علم الاجتماع، شكرا جزيلا لك، واكيد دائما التفكير والرؤيه الجيده والصحيحه والتخطيط في اي مجال أكيد هو اكيد سر النجاح علي. اكيد طبعا نتمنى لهم التوفيق اساتذه علم الاجتماع واختصاصيين علم الاجتماع، مجال مهم جدا بصراحه، مهم جدا خاصه في الفتره هذه، يعني زي ما قال الدكتور بدايه كلامه انه بدا في تفكك مجتمعي عندنا، بدات الظروف تسيطر وتباعد بين الناس بشكل عام وتاثر على المجتمع بشكل خاص، فدورهم مهم جدا في أكيد الفترة هذه. نتمنى لهم التوفيق. احنا حنمشوا لفاصل، بعد الفاصل بقية فقرات نخلكم معنا. هل المشكلة في القانون الجنائي أم الأجهزة التنفيذية التي تطبق هذا القانون؟ أنا لا أوافق عليها، لا أوافق عليها. إذن هو قاضي يخطئ ويصيب، أنت روح سالي بالك شوية وافهم مني شوية. بأن هذه الجرعة تعطيك فكرة عن القانون الجنائي. أنت تعرف الشريعة الإسلامية فيها عقوبات ثلاث أنواع. وهذا التقاطع بين القانون الجنائي وبين الشريعة الإسلامية. هناك المعارضون وهناك المؤيدون لقطع اليد. الأصوات الآن تطالب بتطبيق هذه العقوبة. تبني دولة فاخر بها قدام الآخرين. لا 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 لا، هذا علم الإجرام ما لش علاقة بالقوانين. مرة ثانية أهلا بكم مشاهدينا، مازلنا مكملين في حلقة اليوم من برنامج يومك. موضوعنا الجاي قالب الدنيا، محاولات إعادة تأهيل الموروثات الثقافية وتغيير شكلها، شكلت في الفترة الأخيرة حديث الشارع الليبي وكانت مصدر غضب عام ابتداء. وبالأمس لاحظنا كم الغضب على مشروع تمثال الحوتة في بنغازي، واليوم كان في ردات فعل كبيرة على الشكل الجديد لميدان الغزالة والحسناء، أو نافورة الغزالة والحسناء اللي في ميدان الغزالة في طرابلس، واللي تم الإعلان عنها من قبل وحدة الإعلام والتوثيق بجهاز الحرس البلدي طرابلس في احتفالية كبيرة. ردود الأفعال على الشكل الجديد كانت ناقمة وغير راضية. حنتكلم أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا المهندس فوزي عقيل، وهو مهندس معماري، ونتعرفه أكيد على رأيه الفني في هذا الموضوع. نقول لك مساء الخير مهندس. أهلا وسهلا بك باشمهندس. مساء الخير. مرحبا بكم. مرحبا بكم. اهلا وسهلا بك، انسنا في برنامج يومك باشمهندس. خلينا نتكلم عليه قبل ما نجول النقطه اللي حنتكلموا فيها اليوم اللي هو نافوره الغزاله والحسناء. خلينا نتكلم على الموضوع بشكل عام. اليوم بدنا نشوفه في مشاريع قاعده تندار برغم ان هي
ربما هذا الحال أو هذا المقدور عليه كإمكانيات مادية، لكن في نفس الوقت نقدر نقول أن هي تشويه للمنظر العام، لأنه ما فيهاش لا فكرة لا شكل، بس أن شمنتي ينحط في نص الطريق وضي ومية وتمت القصة. رأيك في الموضوع هذا، هل ممكن يأثر القدام على المنظر العام في البلاد؟ اولا مشكورين طبعا انتم على تناول مثل هذه المواضيع ومشكورين على الاستضافه. وانا مش معك في نقطه واحده بس، ان هي المشاريع اللي سوى مكلفه يعني مش مكلفه جدا، يعني نقدر نديروا مشاريع مش مكلفه بسيطه جدا وتحل لنا كل المشاكل كل المشاكل اللي نعانوا منها. بس وين اهل الاختصاص؟ يعني اهل الاختصاص انا لا اظن ان في اهل اختصاص وتدخلوا في مثل هذه المواضيع. الموضوع بشكل عام ان الشخص يخلق في اماكن لها هويه، يعني لها هويه وتاثر دائما في نفسيه الناس، صوره تراكميه. فلو انا بندير لو بنغير الصوره التراكميه اللي تحدث عند الناس زي مثلا ميدان الغزاله بكل عيوبها بكل ميزاتها، احنا ما بنتكلم عن ميزات وعيوب اللي تحول للخير، هذا موضوع اخر، ولكن بتحول انت مثل زي هذه الصوره لابد من ان تطلع صوره اقوى منها، اقوى مش انت تحاول تاثر على الناس بشكل جديد ويتقبلوها. تحط شيء يحبوه الناس، تحط رمز من الثوره، وعندنا في رموز كثيره، في عندنا ناس كثيره، هالمنطقه نفسها شنو فيها من شيء مميز؟ طرابلس شنو فيها من شيء؟ ما فيش طرابلس، مش معقوله فيش طرابلس، في ليبيا كلها شنو في شيء مميز الناس تحبه ما عادش تقدر تنقله لانه انت مستبدله. فمثلا عندنا فنيتي هذا اللي دار الغزاله، هو تصور ان طرابلس هذه المدينه الجميله جايه بين الصحراء ورمتها الغزاله وبين الواجهه البحريه والبحر ورمتها بعرش البحر، فهو يتصور المالكي التمثال هذا حطه بغض النظر زي ما قلت لك عن المعارض والمعارض وكذا، هذا موضوع اخر، ولكن لأننا كمعماريين تقدر مدينه طرابلس وتقدر اذاعه زي اذاعتكم مثل القناه هذه الشيء في مسابقه بسيطه جدا جدا بجائزه 5000 و 10000 دينار انها مثلا تابع عن تصميم معين، مسابقه معينه عن هذا يريد الناس، كنت شو تبدي يمكن معماري يمكن كذا، شو تبدي هنا يشيل كثير هنا في المكان هذا. نعم. حتتنوع الاشياء، صحيح تتنوع الاشياء اللي حيقدموها ونقدر نطلع منها بشيء معين، ولكن ما نقدرش في يوم وليله نديروا بصراحه الشيء اللي حطوه الان ما نقدرش نقول تصميم، شيء هو محطوط بالضبط يعني لا علاقه له، عنده تاريخ وعنده زي ما قلت لك صوره مش معقوله، هذه شيء طوال يدير صدمه للناس، وزي ما قلنا ما بنحكوش عليه الواقف وشكلها ومش شكلها والاشياء اللي قلت لك هذه، ولكن صح هي صوره صوفيه او صورة. أو, نعم. او جيده صوره تراكمت في عقول الناس واثرت عليهم، لابد نحط صوره اقوى منها. نعم. طيب مهندس، واحدة من الجهات اللي رفعت صوتها وكان لها دور في هذا الموضوع وتكلمت في هذا الموضوع كانت مجموعة جرافيكوم لمصممي الجرافيك، وأطلقت هاشتاج تحدي الغزالة. برأيك يعني لماذا نجح هذا التحدي وبشكل كبير؟ نعم، زي ما قلت لك، لأن واضعين صورة جديدة. أنا نعرف واحد منهم هو شخص مبدع جدا وصحيح مسوعي، ويقدر هو والمجموعة هذه يقدروا ان هم يحطوا شيء يفرح الناس ويرضى به الناس لو في استخدام الفضة والكلام هذا هم او غيرهم، لان زي ما قلت لك وزي ما قلت حضرتك لان الشخص اللي حط الشيء هذا يعني زي ما نقولوا حتى خلينا نقولها ببساطة زي الناس تحط السيارات وكذا هيك توا وين يجيبوا يطوروا سيارة، لو ما تحطش فيها ميزات اكثر من اللي كانت فيها مش حتفرح الناس. يعني لابد ان تحطوا صورة تنفع الصورة اللي فاتت، مش هتطلع في يوم او في يومين او ثلاثة لكن ترضى عنها الناس. يعني مثلا خلينا مثال، لو حطينا شيء يرمز للجهاد لعمر المختار وكذا، من اللي يبي ينقذ الكلام هذا؟ يعني الناس كلها تحب المختار وتحب الجهاد وتحب كذا وتحب القيادة، لو حطينا شيء يرمز للغزالة نفسها بس بشكل زي ما هم الناس اللي معترضين على شكلها وان هي عارية وكذا، وحطينا تمثال اخر هو كانش عارية، يعني في واحدة لابسة زي ما كانت الغزاله في الاول، كان المقترح الاول زمان الطبيعي يعني كان تحت رفيع هذا الليبي وكذا هيك، وكانت جنبها الغزاله. فكيف نختاروا الشيء هذا وكيف ما يريد الناس؟ لابد نشرك الناس في الكلام هذا وندير لهم، يعني في نقاط في اشياء كثيره نقدر نديرها باش ناخذ راي الناس، زي ما قلت لك الناس تحكيت عليهم يعني رسم الاستاذ هيثم السويعي يقدروا. نعم صح.
بشمهندس، لكن انا بس نبي ناكد معك على النقطه. انت ذكرت اكثر من مره كلمه تطوير من خلال كلامك، لكن ما نعرفش ان هل ان الفكره بالاساس ان تطوير حاجات، يعني مثلا الغزاله والحسناء، انت حكيت لنا قبل شويه قصتها، وفي منها نسخه موجوده في متاحف كبيره في العالم، نسخه مصغره طبعا، وعندها تاريخ واندارت لسبب معين، يعني ان احنا نجو نطوروا الحاجات هذه اللي تشكل تاريخ وملمح في البلاد، يعني مثلا كان السرايا الحمراء نقيموها ونديروا في مكانها برج، يعني يبدا الموضوع، انت مع او ضد الفكره هذه؟ لا مش هذا الكلام، لا مش هذا. انا قلت تو هذا في ونبذ في الامر الواقع. انت حكيت لي الامر الواقع، من يستطيع ان يسترد الغزاله؟ هذا سؤال مهم. مرات احنا ما نقدرش نستردوها، يعني ما نعرفش. فاحنا تو في امر واقع، الامر الواقع ما نديرش شيء اسوء منها. احنا خلينا نمشي في طريق استرداد الغزاله، في طريق يخدم على استرداد الغزاله وين مشت احنا نخدموا عليه. لكن لو وقعت الغزاله مختفيه لعشر سنوات، هل نقعد احنا كان فاضي هيك ما خلاص ما عادش؟ طيب وين وصل هذا التحقيق؟ يعني هل توصلتم لشيء؟ نعم، هل توصلتم لشيء؟ لا انا مش مختص. لا بالنسبه لي انا مش مختص، يعني انا مهندس معماري عضو هيئه التدريس طبعا زي ما قلت الدكتور في الجامعه. يعني في علم النفس الحضري وكيف تؤثر الاشياء في الناس، كيف تؤثر العماره في الناس. فانا مجرد راي، انا مجرد راي جدا، ما ليش علاقه بالدوله ولا لي علاقه بالامور هذه. اكيد باشمهندس، طبعا هذه خلينا نقول ان الحمله الثانيه اللي تندار خاصه في موضوع الغزاله، اندارت حملات تانية مختصة بمدن تانية زي الجزيرة اللي اندارت في زليطر الفترة اللي فاتت، وقبلها موضوع في بنغازي، وأكثر من عمل اندار في ليبيا، خلينا نقوله هو اختصاص أصيل للمعماريين، لكن اللي استلموا دفة إن هم يحاربوا على الموضوع هذا هم جماعة الجرافيك، وشفنا تصاميم وأفكار، يعني خلينا هي من بهدفها النقد بالأساس، لكن كانت رائعة جداً. وين المشكلة هنا؟ يا هل عندنا بالفعل طاقات اللي هي قاعدين نشوفها؟ أنا واحد من الناس اللي انصدمت بالمصممين اللي عندنا، ومش يتم قاعد حاليا استخدامهم في مكانهم الصحيح. صحيح. هذا بسبب أن الجهات الرسمية مش عاطية فرصة، والله هم الناس هادم واخدين جنب وقاعدين يخدموا، مغطين على روحهم ويخدموا من بعيد لبعيد. شكرا لك على السؤال، هذا مهم جدا، هو نعاني منه من سنين، من عشرة سنين، اللي هو عدم جلب اهل الاختصاص. يعني احنا اهل الاختصاص والدراسه اهل الاختصاص، ما فيش باس. يعني زي اول ما نقول لك انا معماري وعندي علم نفس حضري، يعني الدكتوراه مشيت درست، لابد ندرس اربع خمس مواد في علم النفس، كل الكتاب العلم مع بعضه مشترك، ما فيش فاصل زي ما يتهيئوا لنا احنا جديد، ما في فاصل بين العلوم، ما فيش فاصل بين العلوم، ما فيش باس ان الجرافيك يقدر يقدم والمعماري يقدر يقدم، زي ما قلت لك مسابقات العالم مشهوره جدا، يقدم الجرافيك ويقدم حتى الشخص العادي جدا، ربما يفوز على المعماري يفوز على الجرافيك موهوب هذا. صح. لابد العلوم تتكامل يعني، لكن بصراحه يعني كان سواء قبل الثوره او بعد الثوره ما زال اهل الاختصاص في الظلم، ليس مش بكيفهم، ولكن في حد يدور في اهل الاختصاص في اي شيء، مش في العماره فقط، في حد يدور في اهل الاختصاص، يا اما يجيبوا حد من برا ولا شيء، ولا فكره انت عادي يجيبها اي واحد يقص عليه ويديرها وخلاص. طيب لماذا برايك لا يتم الاستعانه من الخارج مهندس؟ نعم، لماذا برايك؟ نعم، لماذا برايك لا يتم الاستعانه؟ نعم، ما فهمت السؤال. نعم، لماذا برايك لا يتم الاستعانه من الخارج؟ والله يلا هذه سؤال انا دائما عن نفسي بطرحه، ليش الاختصاص هو في الخارج او في الداخل؟ ليش ما يسالوهمش؟ ليش ما يسالوهمش؟ وهذا موجود وقاعد مستمر. يعني مرات نشوف في مثلا خلينا موضوع اخر، نشوف في تقاسيم كثيره جدا في تخصيص المدن، ولا يشاور في واحد مخطط يعني فاهم في يدير بعيد، فاكيد ليش ما يشاور فينا اختصاص؟ هذه مشكله الدوله، مشكله التوجه، نعم الفكر، مشكله الثقافه اللي احنا بالضبط اللي مشينا عليها، هذه انقطعت فيها. افكارنا التجاريه، افكارنا في الدوله كلها وقتيه وينفذوا ولا يهمهم ولا يشاوروا عن الاختصاص نهائيا. هذه هي المشكله جدا عندنا في كل شيء، مش في العماره بس ولا في الكرافت. ايه اليوم اهل الاختصاص علاش هم، يعني مثلا انا نبي نذكر حاجتين صاروا خلال الفتره اللي فاتت وبالفعل سلطت الضوء عليه اصحاب الاختصاص، او خلينا نقولوا المبدعين او الموهوبين، سلطت الضوء عليهم بشكل كبير. أول حاجة اللي هي هذه المبادرة اللي دارها سيد هيثم، وكان الهدف منها طبعا تسليط الضوء على
تشويه المنظر العام خلينا زي ما نقوله، وكان في تفاعل وورانا ناس مبدعة بشكل كبير. الموضوع الثاني كان من فترة مسابقة زي ما قلت أنت دارتها شركة برنيق للطيران، وشاركوا فيها ناس عرضوا تصاميمهم، وكان بالفعل في ناس مبدعة وشفنا تصاميم حلوة هلبة. اليوم علاش أهل الاختصاص ما يديروش ما يروجوش لنفسهم بشكل كبير؟ أقل ما فيها الدولة ما كانتش مهتمة بيهم، الناس تانية تهتم. يعني اليوم حتى شركات القطاع الخاص بدأ يخدم، في هلبة فرص يعني. فوين اليوم أهل الاختصاص، علاش ما يروجوش لنفسهم؟ السيد الفاضل، المحرك الرئيسي، المحرك الرئيسي في كل شيء هو المال. يعني لا مستحيل ان واحد يقدر يدير شيء بدون المال. المال هذا ضروري جدا، في ناس تقول لك لا المال ضروري جدا. احنا اشخاص الان خاصه خلينا نقول معلش نخليكم شويه في اعضاء التدريس كذا، يجري وراء ربحه يعني وراء ربحه يكفي في عمله، لكن في لابد في الاشياء اللي هي اللي تسمها الناس هذه المفروض ما هيش نجري طالب بس ندير مسابقات ندير اشياء في الشيء هذا. معلش سامحني القنوات، حتى القنوات يعني في شيء لو كان جائزة بسيطة جدا بخمسة أو 10,000 دينار حتخلي عندك أكثر من 100 تصميم في المكان هذا. صح. لكن المشكلة وين بعدين؟ من اللي يمثلك أنت؟ أنت وين تختار كقناة ولا كجامعة تختار الشكل هذا؟ من اللي يقول لك أوكي أنا صاحب النكدة والله أقول لك لا أنا مصر على الشيء اللي محطينه تو مثلا اللي موجود تو في مكان في مكان ميدان غزالة. فهذه هي إشكالية ثانية. يعني مرات في مبدعين وفي ناس تصمم وقاعده في الرفوف، عندنا كثير من التصميمات الرائعه جدا في السوالف المدن سوالف الاشياء اللي قاعده في الرفوف مش تحلى ولا واحد، هي تحتاج قرار سياسي، تحتاج قرار من احنا كاختصاص، لان القرار السياسي هو اللي يخلي انا اختصاص يا اما تطفي يا اما تغرق. نعم نشكرك كل الشكر المهندس فوزي عقيل المهندس المعماري، شكرا لك وشكرا أكيد على آرائك القيمة، أكيد حنتابع الموضوع وتكون لنا لقاءات أخرى، شكرا لك. أكيد طبعا عبير، الموضوع هذا في عليه مواقع التواصل الاجتماعي وبين المصممين والديزاينرز اللي في ليبيا، زي ما قلنا في السياق أنه هو ورانا هلبة ناس فعليا موهوبة. صحيح. جديدة في نفس الوقت بدأ يسلط في الضوء على أشياء تانية، موضوع الكوبيرايت، الأفكار، يعني حاجات هذه ما كانتش موجودة قبل. لكن مزبط. شوفي موضوع ما بيش نقول بسيط، لكن هي فكرة الحملة كانت أو الكامبين اللي اندرت بسيطة جدا، إن وين الغزالة وكانوا إن هم خلينا نقول يتساهكوا على التصميم الجديد. صح. بطريقة أو بأخرى بهدف تسليط الضوء على وين الغزالة والحسنات تمتل الأصلي. لكن فتحت أبواب تانية وفتحت أشياء تانية مش في محل بالضبط، لكن هي في نفس الوقت لازم تنفتح حتى مع الوقت. ورتنا ان في ناس مبدعين في ليبيا، في ناس يقدروا يطلعوا شكل حلو ويطلعوا اشياء حلوه للبلاد، هذم اللي لازم ما يتم استغلالهم. حنمشي توا علي الى دراسه تقول بان التلاعب بسلوكيات البشر اصبح ممكنا بفضل الذكاء الصناعي. شوفوا الدراسة شنو نقول علي، كشفت دراسة علمية حديثة أن أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة يمكنها تعلم كيفية التعامل مع البشر والتأثير على سلوكياتهم عن طريق رصد نقاط الضعف في العادات البشرية واستغلالها للتأثير على آليات اتخاذ القرار لدى الإنسان. فريق الباحثين القائم على الدراسة بالوكالة الوطنية للعلوم في أستراليا أعلن أنه صمم منظومة إلكترونية يمكنها اكتشاف نقاط الضغط التي تؤثر في اختيارات البشر، وأنه يمكن استغلال هذه النقاط عن طريق تقنية للذكاء الاصطناعي. التقنية هذه أطلق عليها فريق الدراسة اسم الشبكة العصبية التكرارية للتعلم العميق، مطول الاسم. وقاموا بتجربة هذه المنظومة على عدد من المتطوعين اللي وافقوا يشاركوا في ألعاب إلكترونية. طبعا تم تحديدها الألعاب هذه تم تصميمها بطريقة تخليها تعتمد على قيام المتطوعين بمجموعة من الاختبارات ما بين عدد من الألوان أو الرموز لتحقيق مكاسب معينة.
بالنتيجة وجد الباحثون وبعد مراقبة سلوكيات المتطوعين أن منظومة الذكاء الاصطناعي تستطيع أن تتنبأ باختياراتهم وتوجيههم نحو اختيارات معينة. وقد وصلت درجة نجاح المنظومة في توجيه هؤلاء المتطوعين في بعض الأحيان إلى 70%، وأكد فريق البحث أن هذه النسبة ممكن أن ترتفع، بالإضافة إلى أن هذه النتيجة يمكن الاستفادة منها في تطبيقها على الكثير من المواقف والاختيارات التخيلية، بحيث يتم تفعيل هذه الفكرة وتطويحها أكيد لخدمة المجتمع. طبعا الباحثين اللي داروا الدراسة في قسم معالجة البيانات والرقمنة في الوكالة الوطنية للعلوم بأستراليا أكدوا أن المنظومة هذه ربما تكون لها تطبيقات واسعة زي تطوير العلوم السلوكية وتوجيه السياسات نحو صالح المجتمع. الدراسة أكدت أيضاً أن النتائج يمكن الاستفادة منها في فهم السلوكيات البشرية وتوجيههم لاتباع عادات غذائية أفضل أو ترشيد استخدام الطاقة على سبيل المثال. وزرعت الدراسة أيضاً أن أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكنها أيضاً التعرف على نقاط الضعف لدى بعض الأفراد ومساعدتهم للتغلب على هذه المشكلات والقيام باختيارات أفضل بشكل عام. خلينا نربط الموضوع دراسة حلوة، خلينا نربط الموضوع هذا بالموضوع اللي كنا نتكلم عليه التصميم قبل شوية. هي فكرة أن التوجيه عادة سلوكيات البشر باتجاه معين، هذه قاعدة موجودة عند المصممين بشكل عام. قبل كانوا يستعملوا في الألوان ويستعملوا في الأشكال الترند تكون في وقتها بش يوجهوا الناس لاتجاه معين، وتم موضوع استغلالها سياسيا فيما سبق. لكن اليوم إن ماكينات أو آلات صنعها الإنسان نفسه هي اللي تأثر علينا، فهذه حاجة تخوف شوية، فردوا بالكم. هي تخوف، ولكن في نفس الوقت ربما نشوف فيها تفيد الإنسان أو تفيد البشرية، يعني خاصة بأن في يعني وقتنا الحالي أو زماننا الحالي الذكاء مهم جدا في التعامل، خاصة مع المحيط، فما بالك الذكاء الاصطناعي. فبالضبط تبدأ ترصي بطمة كل شيء يجيك لعندك راحة بصراحة، ما أشوفك احنا ندور في التمبلة هذه من زمان يعني. بالضبط. خلينا تو نمشي لفاصل ونرجع نكمل باقي حلقتنا اليوم. هل المشكلة في القانون الجنائي أم الأجهزة التنفيذية التي تطبق هذا القانون؟ أنا لا أوافق عليها، لا أوافق عليها. إذن هو قاضي يخطئ ويصيب، أنت روس سالي بلك شوية وافهم مني شوية، بأن هذه الجرعة تعطيك فكرة عن القانون الجنائي. أنت تعرف الشريعة الإسلامية فيها عقوبات ثلاث أنواع، وهذا التقاطع بين القانون الجنائي وبين الشريعة الإسلامية، هناك المعارضون وهناك المؤيدون لقطع اليد. الأصوات الآن تطالب بتطبيق هذه العقوبة، تبني دولة فاخر بها قدام الآخرين. لا 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 لا، هذا علم الإجرام ما لش علاقة بالقوانين. مشوار نبدو من الأول حكايتنا وكيف صعد نجمنا لسلم النجومية، ولازم نبدو الرحلة من الأول ودرجة درجة. العقالة زلة كان درجنا من بعد، العقالة زلة يا كان درجنا من بعد. على الرواق ووسط الحكي تجهز ضيافتنا بين عاداتنا وتقاليدنا وفي خيمتنا، نجلسوا ونحكوا الحكاية من البداية، والموسيقى تصاحبنا ونستمتعوا بها ونسمعوا أعمال خالدة من أعمال الزمن الجميل. كيف نوصفها في الناس وتعالي فوق النجوم اللي شغلها حالي، ودائنا ما تحشروا روها علي يا رفقا وما تشمتوا بعد الوضع حسا
استنونا في نجوم الزمن الجميل الموسم الثاني. كنوز فزان. حياتنا تحمل المسؤولية وظيفة تربوية تساعد على تشكيل شخصيات أكثر استقلالية في المستقبل. من أهم المشكلات التي يواجهها الآباء في التعامل مع أبنائهم هي الاتكالية، لكن هذه المشكلة تكون نتيجة سلوك أحد الأبوين أو كليهما بطريقة مقصودة أو غير مقصود. حنتكلم أكثر عن هذا الموضوع وأهمية تعليم الطفل تحمل المسؤولية والاستقلالية أيضا مع ضيفتنا في الاستوديو مدربة التنمية البشرية الدكتورة نوال برق. مساء الخير. أهلا وسهلا. دكتورة، في البداية خلينا نحط تعريف واضح للاتكالية. يعني الإنسان بطبعه شخص اتكالي في بعض الأحيان، يعني ما فيش إنسان في الدنيا يقدر يدير كل شيء بنفسه أو يقدر يعرف كل شيء بنفسه، فهنا كيف نعرف الاتكالية اللي حنتكلم عليها اليوم؟ خلينا نبدأ ونقول الإنسان مش من طبع الاتكالية. الإنسان هو جزء من الاحتياجات يستطيع أن يقوم بها بنفسه، لكن عنده نقص يحتاج أنه في تكامل من يحيط به من الناس حتى تكتمل لديه الصورة وأنه يؤدي بقية حياته وخدماته. هلأ طبيعة الإنسان بالعكس إنسان نشيط، خلق الإنسان حتى الفسيولوجية الجسم هي كل شيء فيها متحرك. طبيعة الإنسان إذا ما تحرك، إذا ما عضلاته وجسمه بالعكس حتكون فيها ضمور ورح يمرض. فإذا من طبيعة الإنسان الحركة، فالاتكالية هي يمكن إحنا الآباء أو ظروف الحياة خلينا نقول أحياناً هي اللي بتدفع الأطفال أو بتكون جيل يعني يسود عليه الاتكالية بسبب الظروف المحيطة. وللعلم هاي الصفة زي ما بنرجع بنقول ليست وراثية وإنما هي مكتسبة. فلما بنقول إنه إحنا أو الجيل الحالي دائما عم نسمع إنه جيل اتكالي، جيل صحيح. كسول، يعتمد على الآباء، يحب أن تصل إليه الأمور سائغة وسهلة، فقد نكون إحنا من ساهم بذلك من دون أي قصد. نعم. كيف؟ كيف؟ بصراحة هي الحب والإحاطة الدائمة لأولادنا من ناحية الخوف. الجيل الآباء اللي موجود ونظرا للظروف التي نعيشها في حياتنا أصبحت طريقة الحياة تختلف عن الطريقة البسيطة. الأجيال السابقة كانت الآباء والأمهات بيطلقوا أو بيعطوا العنان لأولادهم إنه يطلعوا في الشوارع المحيطة في المنزل، فتعطيه نوع من الاستقلالية، تعطيه تجربته الخاصة، تبني في داخله الشخصية اللي يستطيع من خلالها المجازفة، وإن تعرض ببعض الأحيان لبعض من المخاطر لكنها تعلم وتعطيه دروس. فينشأ الطفل في عمر صغير لديه استقلالية في قراره. نعم، بس نقطة مهمة. يعني دائما نسمع بأن يعني حتى التربية اختلفت، يعني ربما خاصة هذه الأيام دائما نسمع بأن لازم نربي أولادنا على الحب وعلى الدلال وعلى مش القسوة اللي ربما كنا احنا في جينا يعني تربينا عليها وهكذا. الواحد يحتار بصراحة،
كيف يربي ابنه، هل عن الحب، عن الدلال، هن على زي ما قلتي حضرتك الاتكالية والاستقلالية، فالواحد صحيح كلامك كتير رائع. نعم، وهذا هذا السؤال دائما يدور في صالونات اجتماع الأمهات أو حتى اجتماع الآباء. صحيح. احنا دائما بنقول الوسطية، نبحث عن الوسطية، لا إغداق الحب الذي يتلف في شخصية الأطفال. وللعلم ما نبنيه في أطفالنا في عمر صغير يكبر معهم. أكيد. وعملية تعليم الأطفال شيء كتير مهم بأعمار صغيرة. إحنا بنعامل أطفالنا من أعمار سنة وسنتين ولا يوصل لسبعتاشر وثمانتاشر لا يزال طفل في حاضنة الأم والأب، فهذا إغداق الحب الكثير له سلبيات، وبنفس الوقت الشدة الكثيرة تخلق عقاد وتخلق مشاكل في بناء شخصية الأبناء. فإحنا بنقول دائما الوسطية، أن نعطي مساحة من الحرية، بل ندفع أطفالنا من عمر 3 سنوات إلى الاستقلالية. طبعا في مراحل احتياجات المختلفة، من أول 3 سنين بيقدر يستخدم المعلقة لحاله، بيقدر يختار الصحن لحاله، نعطيه خلينا نقول حرية الاختيار في اللبس، حرية ترتيب الألعاب، زي ما بتلعب يلا بدك ترجع ترتب ألعابك. فهذا نوع من مو قسوة، بالعكس هي أن نعطي الطريقة والأسلوب للاعتماد على نفسه. ومع زيادة الفترة أو خلينا نقول raising up للأطفال لما بيكبروا، فبتبقى المهمات تتوافق مع طبيعة العمر. يعني لما بيكون 3 سنين بيمشي لحاله، بنخليه يمشي لحاله، خليه يأكل بإيده، لا لا ما بدي إياه يوسخ البيت، ما بدي إياه يتلف المفروشات أو السجاد، بالعكس خليه وخليه كمان يساعدك في ترتيب البيت، أعطيه مهمات تزيد مع زيادة الأيام وزيادة العمر وبالتالي النضج. فلما بنعطي هاي المسؤولية مع تدرج العمر تزداد هاي المسؤولية، فبتبنى في شخصيته من الداخل الطريقة اللي يكون فيها الاستقلالية، بيكون فيها يفكر إنه هذا شيء يعود لإلي حتى في اتخاذ القرارات. يعني هلأ احنا بنقول عم بيطلعوا لمرحلة الصف العاشر أو الـ11 إنه يختار علمي أدبي مهني، بيوقف الشاب والصبية بيطلع بالوالد والوالدة وين أروح، ما عنده هذا القرار، لأنه من كتر إغداق الحب وإحاطته أصبحنا نتخذ القرار عن نفس عن بالنيابة عن نفسه. فهذا شيء كتير خطير، قد تكون في مراحلها العمرية 16-17 غير واضحة، لكن مع تقدم العمر بصير عنده الصعوبة باختيار حتى شركة الحياة. صح. باختيار قرار وين بده يعيش والوظيفة، وبينظر إلى الأم والأب على أساس هم المصدر الأول والأخير، يعني to take care of them أو هم يعطوه القرار. هذا كتير شيء صعب وكتير. طيب الإكستريم من الناحية الثانية اللي هو التصرف في إعطاء المسؤولية في بعض المجتمعات وطبقات معينة من المجتمع منتشرة فيما بينها عمالة الأطفال وغيرها من السلوكيات اللي اليوم أصبحت تصنف على إنها غير إنسانية. لكن المبدأ الأساسي يكون من الأهل إنه لا، خلي الطفل يعتمد على نفسه من هو صغير، خليه يكون مصدر دخل المنزل ويتعلم كيف يشد عظمة بإيده. هل الموضوع هذا يأسس لتحمل المسؤولية وعدم الاتكالية عند الطفل في الكبرى؟ ممكن يسبب له، لأنه هو شيء تطرف يعتبر، يسبب له مشاكل تانية. أكيد ما رح يسبب له مشاكل إذا كان في عنده طبيعة المهمات تتوافق مع عمره، تتوافق مع طبيعة الاستقلالية وقته وحياته. يعني أنا مع زي ما كانوا أهلينا من قبل أنه فترة الصيف أو الإجازات الصيفية أن يطلع يشتغل حتى لو كان ب14 و15 سنة. طبعا طبيعة العمل ما بدنا نكون يعني الطبيعة الصيفية
الصعبة واللي فيها المخاطر، لا على الأقل يبني شخصيته من خلال اعتراكه للحياة، تعامله مع الناس، أسلوب الحوار، فهذا بيبني الثقة. هلأ لما ليس الموضوع فقط مادي، إنما هو بناء شخصية الإنسان، بيعطيه ثقة بذاته، كمان بيعطيه الاستقلالية المالية. أنا لما بيشتغل الشاب أو الصبي بعمر 16-17، ليه منقول هذا شيء مجحف؟ بدول أوروبا 14-15 بيشتغلوا بالساعات، نظام الساعات. يمكن احنا عندنا ما في كثير نظام معروف لانه بيعتمد على الشغل اليومي اكثر، هناك بنظام الساعات بتقدر تعلم الاطفال الرياضه الباليه. انا لي اخت في الدنمارك، بناتها من عمر 14-15 بعد المدرسة كانت تروح على الجيم، تعلم الأطفال الصغار بأعمار 6-7 رياضة، وتأخذ مقابل هاي الساعة التدريبية. ما تتخيل قديش الثقة اللي كانت بتنعكس عليه، كما أنه القيمة المالية اللي أو الإرادة اللي كانت تتحصل عليه وكأنه يمثلها كنز العالم، لأنه هي عم بتحس أنه هذا من تعبي من جهدي، إذن أنا إنسانة منجزة، فأنا أعني شيء بهذا المجتمع، أقدم وأخذ. فهذا لما بنقوم بعملية اللي هو تربية الأبناء على الاستقلالية المالية، على الاستقلالية في اتخاذ القرار، على المشاركة وإن كان في جزء بسيط، يعني الاستقلالية المالية حتى المشاركة في اتخاذ القرار جوا المنزل. إحنا بدنا نغير ديكور البيت، شو رأيك؟ هذا الشيء كتير بيعزز الثقة، بالإضافة إلى أن تكون الأم والأب قدوة داخل المنزل، أن لا يكون السلطة مطلقة للأب أو التحكم للزوجة، ولو أنه ما بنتحكم كتير لكن وجود القدوة المثالية للأبناء بيعطي عملية السلاسة في بناء الشخصية من خلال التصرفات اليومية، من خلال الأحداث اليومية، صح، بطريقة indirect. طيب حضرتك قلتي بأن الحوار شيء مهم، نعم، أكيد شخصية الطفل. لما يكون ما فيش حوار في البيت منعدم ما بين الزوجين، كيف يأثر على شخصيته؟ طبعا أكيد بيأثر سلبا، قد يجنح الأبناء إلى اتخاذ قرارات مخفية إذا كانوا يرغبوا بهذا الشيء بعيدا عن الآباء، وقد يؤدي ذلك إلى انحراف، سواء كان الانحرافات ببناء الشخصية، الخوف، أو حتى هناك من يقتنص هدول الشخصيات الضعيفة ويتجه إلى سلوكيات سلبية. بالأول في الآخر نحن نعيش في مجتمع أساس الأسرة، إذا لم تكن الأسرة هي اللبنة الأساسية والبناء، فإذا هذا يؤدي في إلى يعني مخرجات المجتمع لن تكون بطريقة صحية وبطريقة جيدة لبناء هذا المكان أو الوطن. طيب، واحدة من التصرفات اللي ربما تهز شخصية الأطفال هو تعامل الأهل مع الأخطاء، وهذا ربما يخلق طفل حتى وإن كان تعود على الاستقلالية، مع الوقت يتعود على الاتكالية. نعم. لأن الأهل هو مثلا غلط غلطة في حياته، فالأهل تعاملوا معاه بطريقة شوي مبالغ فيها، فالطفل خلص وقف عند النقطة هذيك، ومنها ما عادش يقدر ياخذ قرارات بنفسه او يقوم بافعال بنفسه الا لما يرجع لهم. هنا كيف ممكن الاهل يتصرفوا ويرجعوا يعززوا ثقه الطفل مره ثانيه؟ ابدعت. احنا قد يكون في داخل الطفل عقده غير ظاهره نتيجه لموقف زي ما تفضلت حضرتك، انه هو الصدمه اللي واجهه فيها طريقه تعامل الاباء لاي خطا وان كان بسيط، لكن المبالغه في العقاب قد يؤثر ويبني في عقله الباطن عقده الخوف او حتى التردد. هذا الشيء لابد أن ينتبه إليه الأبناء، عدم المبالغة دائما زي ما تفضلتي أو حكينا من قبل، إلا الوسطية، أن لا يكون لدينا المبالغة في العقاب ولا يكون لدينا المبالغة في إغداق الحب. الحوار الجيد هو مفتاح التعامل مع الأبناء. هلأ إذا حصل وأوريدي يعني خلينا نقول وقع الآباء في هذا الخطأ، قد يكون يحتاج إلى حنكة وذكاء الأب
والأم في المعالجة بأن يوضع الطفل تحت نظر الآباء بطريقة ذكية، أن يحاور يبين أنه قد نكون أخطأنا قد، وأحياناً أنه الأب والأم لازم يعترفوا بخطأهم. صحيح. إحنا أخطأنا في المبالغة في العقاب، لكن خوفاً عليك لازم نعطيه المبررات حتى نرجع لنسميها اللي هي السيف زون أو الواحة الأمان، حتى يشعر بالأمان الطفل الشاب أنه لم يكن سبب التوبيخ أو التعنت في طريقة المبالغة في العقاب سببها كره الطفل أو غلط في الطفل، وجود نقص فيه، إنما هو اعتراف الأب أنه كانت غلطتنا، لكن من كتر الحب إحنا وخوفنا عليك فاندفعنا في اللي في طريقة العقاب أو المبالغة. نعم. في التأنيب حتى نعيد ثقة الأبناء بأنفسهم. نعم. لا مانع لدى الآباء أو هو نقول ثقافة الاعتراف بالخطأ. نعم. يجب أن يكون للآباء ثقافة الاعتراف بالخطأ أمام الأبناء حتى نعيد الثقة للأبناء. نعم. طيب دكتورة برأيك يعني على حسب وجهة نظرك أكثر صفة ربما تكون عند الطفل خاصة الطفل وربما تكبر معه وتكون مرفوضة يعني حتى كأب كزوج حتى كأخ ككل شيء يعني؟ الاتكالية. جانا نفس الموضوع. نعم نعم الاتكالية مدمرة جداً. للأسف إنه هاي الصفة بس ما بتدمر الشخص نفسه، كمان بتدمر من يتعامل معه ويحيط به، سواء كانت من الأصدقاء في محيط الصداقة، من بكرة بده يفتح البيت، بكرة بده يتزوج، بده يكون اتكالي وكأن سفينة الحياة يقودها الأقدار لوحدها أو الصدفة أو حتى أن يركن على زوجته، فهذا كتير يعني مشكلة فيش ليست لا تقتصر فقط على شخصيته إنما تصل لمن يحيطه في كل مراحل الحياة. طيب الاتكالية هل تعتبر صفة مع الوقت لو بنيت مع شخصية الإنسان تكون مسلمة وهذه شخصية البني آدم أو يمكن تقويمها حتى بعد مرور الوقت؟ يا أكيد الاتكالية ليست صفة وراثية مطلقا، إنما هي زي ما بنقول صفة من الصفات المكتسبة، وباتخاذ قرار الإنسان الذاتي منه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. صحيح. في البدء أن ينظر الإنسان إلى هاي الصفة إنها موجودة ويعترف أنها موجودة فيه، فإذا اعترف كتير سهل جدا انه زي ما بقول ان اعمل على هاي التغيير هاي الصفه. اما عدم الاعتراف في انه انا عندي هاي الصفه كتير مشكله. يا يعني انه اي مشكله في اي انسان اول شيء بنقول احنا انظر الى ذاتك. صحيح. حلل نفسك مع نفسك، اذا استطعت ان تتلمس اخطائك بنفسك فاذا انت وصلت الى نص او بدايه الحل. فتبحث عن الحلول، تسعى الى التغيير، وشيء كثير سهل. اكيد. شكرا. نعم. لك طبعا دكتوره استفدنا جدا، ان شاء الله ما كناش اتكاليين في الفقره يعني. شكرا جزيلا لك دكتور على وجودك معنا، وكل الشكر لكم لإتاحة الفرصة الجميلة باللقاء معكم لي. والحديث الممتع، ويومكم سعيد. يومك أيضا سعيد ونورتينا بجد، وأكيد كل المشاهدين استفادوا من نصائحك. شكرا لك دكتورة نوال. نمشي الفاصل ونرجع نكمل. هل المشكلة في القانون الجنائي أم الأجهزة التنفيذية التي تطبق هذا القانون؟ أنا لا أوافق عليها، لا أوافق عليها. إذن هو قاضي يخطي ويصيب. أنت غروس سالي بالك شوية وافهم مني شوية. بأن هذه الجرعة تعطيك فكرة عن القانون الجنائي. أنت تعرف الشريعة الإسلامية فيها عقوبات ثلاث أنواع. وهذا التقاطع بين القانون الجنائي وبين الشريعة الإسلامية. هناك المعارضون وهناك المؤيدون لقطع اليد. أصوات الآن تطالب بتطبيق هذه العقوبة. تبني دولة فاخر بها قدام الآخرين. لا 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 لا، هذا علم الإجرام ما لش علاقة بالقوانين.
في كل مشوار نبدو من الأول حكايتنا وكيف صعد نجمنا لسلم النجومية، ولازم نبدو الرحلة من الأول ودرجة درجة. العقالة زلة كان درت من بعد العقالة زلة يا كان درت من بعد. على الرواق ووسط الحكي تجهز ضيافتنا بين عاداتنا وتقاليدنا وفخيمتنا، نجلسوا ونحكوا الحكاية من البداية والموسيقى تصاحبنا ونستمتعوا بها ونسمعوا أعمال خالدة من أعمال الزمن الجميل. كيف نوصفك الناس وانت عالي فوق النجوم اللي شغلها حالي، دوا دايلة ما تحشروا روها علي عروف باوبية وما تشمل استنونا في نجوم الزمن الجميل الموسم الثاني. مشاهدينا من جديد، حنمشي توا الى فعاليه ثقافيه وحتكون من مدينه فزان. بنقرا لك عبيرك. وسط حضور مميز نظمت منظمه نقوش فزان الفنيه معرض تراثي خاص بالازياء والاعمال اليدويه وسط حضور كبير ومميز ومشاركه واسعه من المهتمين بالحرف التقليديه. خلينا نتابعوا جانب من المعرض. مبادرة أكيد ثقافية فنية أكيد تعتبر بالدرجة الأولى من مدينة فزان. لاحظوا عالي بأن في الفترة الأخيرة كتروا بصراحة المعارض اللي تهتم بتاريخنا وموروثنا الثقافي، وأكيد واللي سيظل أكيد على مر السنين. أكيد طبعا أنا حاجات هذه ما عنديش مع الروح يعني كنا نحبوها، خاطري نحضر معرض زي المعارض هذه. في عندنا سوق جارة هنا لكن في الصيف ما زال وقتها. المهم خلونا نتكلم أكثر على المعرض هذا اللي هو معرض اللي دارتها منظمة نقوش فزان. حينضم لنا سيد سالم أو أسامة سالم وهو مدرب فن تشكيلي في المنظمة هذه. أستاذ أسامة أهلا وسهلا بك معنا. مرحبتين بكم. أهلا وسهلا أنسنا. حنتكلم أكيد عن أهمية المعارض واللي شفناه في أكثر من مدينة، حدثني عن المعرض الخاص بكم. طبعا هو معرض كان ورش الوقت الفرش بمعنى صح بعد ما اكتشفنا من الادراك هو فن الرسم اكثر. نحن ورش وكان معرض كبير من اكثر يعني كان ثلاث معارض في ناس بابت يعني فن الحرف الدراكي، وكان في معرض ثاني للمنتجات الاجنبيه والاحجي والوعيه. احنا اللي شفناهم في الفيديوهات اللي قبل شويه كان معرض متنوع، في ملابس، في خط، في ابستراكت فن تشكيلي بشكل عام.
وانت قلت تو انه هو مجموعه ورش، يعني هذا كله نتاج تدريبات دارتها منظمه نقوش. كان تدريبات، وكان الدوره يعني دوره مده شهر، يعني تقريبا ثلاث شهور متواصله. حلو. كل دوره اعطيناها ممكن شهر، نعم من شهرين تقريبا، بعد يعني شهرين متواصله، يعني كانت دوره حرقه الوحده، والدوره بتاع المنتجات اللي هي الحقائب والمنتجات الشمسيه يعني في دوره ثانيه. حلو. نعم. الحمد لله، يعني كانت دورات ناجحه جدا جدا. الحمد لله. طيب استاذ اسامه، يعني بعد هذه الدورات اللي ربما تستمر ثلاث شهور او ربما اقل او اكثر، يعني هل يتم تسويق هذه المنتجات؟ هل يتم عرضها للبيع؟ هل يتم دائما استمرار عرضها؟ هو اصلا كان في فكره من مشروع هذا، يعني مشروع قافله الزمان، نعم، انك تقدر تنتج يعني تطبق بعض المنتجات تقدر انت تسوقها. وفي نفس الوقت تكون يعني بمكونات بسيطة جدا، يعني زي المعرض بتاع حرق مثلا، يعني تقدر تستخدم أخشاب من أي مكان. أنت يعني أخشاب مكسورة كذا، تقدر تقدم عليه عمل فني يصلح للديكور، أو زي ما شفتوا مناظر هدايا للبيع. السيد أسامة، أنت مررت لنا موضوع هلبة مهم، وإحنا الأيام اللي فاتوا هلبة ندعو له في برنامج يومك، اللي هو عودة المشغولات اليدوية بشكل عام، وتابعنا هلبة دورات اندارت، انتم ما طلعتوا ما شاء الله مديرين دورة واستمرت فترة طويلة وبدينا نشوفوا في النتاج هذا. خليني نسألك شوية على موضوع الدورة هذه، هل كان في إقبال من الناس وحسيتوا أن فعليا الناس حابة تشارك وتتعلم حرفة؟ نقول احنا صنعة اليدين ولورت الجدين. لا الصراحة الإقبال كان صراحة جميل جدا. حلو. يعني دورة الحرق بما اني كنت بدرب فيها. كان فيها 25 طالب، وكان في طلبة ثانيين يعني اتمنى انهم يحضروا معنا يعني في مجموعة ثانية. ان شاء الله حنطبق دورة ثانية باذن الله تعالى، لان ما زال في رغبة من الناس انهم يعني يتعلموا في ورش زي هذه. يعني حتكون لكم دورة أخرى إن شاء الله؟ بإذن الله مستقبلا حتكون في إن شاء الله دورة ثانية. ان شاء الله. لكن معروف يعني الموضوع محتاج اعداد يعني. اكيد اكيد طبعا. ربي يعطيكم يعني كان يعني ايه الله يكرمك يا رب. قول. نعم. ربي يعطيك يعني الناس كانوا راغبين يعني من جميع فئات الاعمار. كل الشرائح. نعم. الزوجات يعني كل الفئات. هذا كلام هلبة مبشر. جميل. يعني ان الناس ترجع ثاني للاحياء وتتعلم حرف وتتعلم حاجات قبل ما تموت وياخذها الزمان. ربي يعطيكم الصحه سيد اسامه. احنا اول ما تبدوا او تفكروا تحطوا موعد للدوره الجايه حنكونوا في تواصل معاكم وحنتابعوها وحنشوفوا شن الحاجات اللي حتقدموها في الدوره هذه. سيد اسامه شكرا جزيلا لك على وجودك معنا، وربي يعطيكم الصحه على المعرض هذا. شكرا لك أستاذ أسامة، موفقين دائما. هذه كانت حلقتنا اليوم مشاهدينا، فيها العديد بصراحة من الأنجازات والأشياء الإيجابية اللي نحب نسمعوها، واللي أكيد تقوينا أكثر وتخلينا دائما متفائلين. نتمنى بأن تكون ليبيا دائما إيجابية وكل الناس يا رب. أكيد، وإن شاء الله نكونوا إحنا نحاولوا ديما نغطوا الفعاليات اللي قاعدة تصير في ليبيا، وخاصة الحاجات المميزة واللي تسلط ضوء على مواهب كانت مدفونة وناس ربما مش عارفينهم في ليبيا ومش مركزين معاهم بشكل كبير. برنامج يومك أكيد هو مساحة مفتوحة لكل الناس اللي عندها شغل مميز وعندها موهبة وعندها كي تبي توراها، احنا الباب مفتوح طبعا أكيد على صفحة البرنامج وحتى صفحة قناة ليبيا وحتى صفحاتنا الخاصة عبير على مواقع التواصل الاجتماعي، تقدروا تتواصلوا معنا وأكيد ليكم كل المساحة في برنامج يومك. أكيد ما تنسوش أيضا تبعتونا كل المواضيع اللي حابين أكيد نطرحوها في البرنامج ونناقشوها أكيد مع بعض. إحنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم، أكيد نشوفكم يا رب في مساء سعيد، ونتمنى لكم كامل الأوقات الطيبة. أكيد، وضوح نفس الموعد. إلى اللقاء.